إخوتي أهلا بكم في قناة موني برو. قبل أن أبدأ أشرح إخوتي، قناتنا متخصصة في الربح من الإنترنت سواء بالعملات الرقمية والبيتكوين أو الدولار إخوتي أو الروبل للجدد في القناة. أتيتكم اليوم بموقع للربح من البيتكوين بالمجان أو البيتكوين إخوتي. هذا الموقع رائع جدا 100% بالمجان إخوتي. هي إحصائية الموقع. طريقة تسجيل في الموقع سهلة جدا، نضغط على ريجستر هكذا، هنا نضع اسم المستخدم، هنا نضع الإيميل، كلمة السر، هنا ذكر أنثى إخوتي، هنا البلد، هنا عنوان المحفظة، ونتخطى الكابتشا، نضغط على هذه الخانة، نضغط على ريجستر. هذا هو الحساب إخوتي. طريقة العمل في الموقع سهلة جدا. الموقع يعطيك صنبور كل ساعة، هكذا نضغط على BTC، ها هو الفصل إخوتي، هكذا سنشرح بسرعة إخوتي. الإنترنت ضعيف، ننتظر قليلا، نتخطى هذه الكابتشا أولا ونختار كابتشا أخرى هكذا. Saturday Detention، هكذا نضغط على رول، لقد أعطانا 21 ساتوشي أو 21 بيتس. طريقة ربح أخرى إخوتي، نعود إلى الموقع هكذا، هنا إخوتي نضغط على Earn BTC، هنا تصفح الروابط المختصة إخوتي، هنا 95، هنا تصفح المواقع، وهنا المهام إخوتي، لدينا محدثين مهمة إخوتي، هنا أشيفمنت إخوتي، كلما تقوم بها عدة أعمال يعطيك الموقع هدايا إخوتي، هنا التعديل، هنا Investment Game، يجب أن تودع في الموقع لتعمل على هذه الخانة، هنا ريديم كوبون، إذا لديك الموقع يعطي كوبونات تضع هذه الكوبون في الخانة وتتحصل على البيت أو الساتوشي. أظن هذه الكوبونات ستكون في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الموقع، ستراه في الصفحة الرئيسية للموقع. ماذا يوجد أيضا إخوتي؟ هنا ستجد أيضا هذه العروض الاستطلاعات وتصفح المواقع والفيديوهات. هنا طريقة السحب، أولا تذهب إلى Account Setting، عند التسجيل وضعنا عنوان محفظة البيتكوين، أنا وضعت عنوان محفظة البيتكوين الفاسد بيت، هذا نفسه إخوتي. للسحب إخوتي عندما الخانة ستظهر عندما تقوم بعشرين مرة الصنبور إخوتي، تفتح الصنبور 20 مرة وتفتح لك خانة السحب. هنا الإحالة إخوتي، نضغط مثلا على withdraw لنرى. كما قلت لكم عندما تعمل 20 مرة على الفصل ستظهر هذه الخانة. هنا الإحالة، أعتذر إخوتي لإيجاد هذا الفيديو لأن الإنترنت لدي ضعيف عند رفع إخوتي،
أريد فقط أن تستعين هذا الموقع. الموقع يعطيك 12% بالنسبة للقسط و 3% بالنسبة للعروض و 1% بالنسبة للشورت لينكس أو روابط المختصرة. لايك للفيديو إن أعجبك أخوتي، وإن لم تشتركوا بعد فاشتركوا القناة ليصلكم كل جديد.